أحسن الله إليكم. المرسلة ميم ضاد زاي من الرياض تقول في سؤالها: أحيانا أقول لأخواتي أو زميلاتي أعمل كذا وكذا، لكن شرط أن تعطيني كذا وكذا، فهل تعتبر هذه الصورة من الرشوة؟ وما الفرق بين أن يشترط الإنسان أجرا على عمله وبين الرشوة؟ الرشوة تكون للموظفين الذين لهم رواتب من الدولة ويقومون بإنجاز أعمال الناس ومعاملاتهم، هؤلاء لا يجوز لهم دفع الرشوة، سحت وحرام، وملعون من دفعها وملعون من أخذها، لعن صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. أما دفع الأجرة لمن يقوم بعمل من الأعمال، هذه أجرة، أجرة مباحة من العقود المباحة، على أن تأجرني إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني ترعى الغنم 8 سنين، هذه أجرة جائزة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. نعم.